تسيطر على البعض حالة من الخوف النفسي الكبير من قبل زيارة طبيب الأسنان، فهل تعاني من فوبيا طبيب الأسنان؟ تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع مع عبير عبد الله المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار. الآن نتابع. تشير الدراسات والإحصاءات الطبية أن 4% من الأشخاص أو أكثر يعانون من فوبيا طبيب الأسنان، فكيف يمكن التعامل معه؟ لا، فوبيا الأسنان خلينا نكون عارفين أن المريض لما بيتوجه لعيادة الأسنان عنده نوعين من الألم، ألم عضوي وألم نفسي. الألم العضوي بيكون غالبا بسبب تسوس بالسن، التهاب بالعصب وما إليه. الألم النفسي هذا عبارة عن مخزون لدى المريض موجود من أيام ممكن الصغر أو الكبر، تجارب سيئة مع طبيب الأسنان شاف فيها آلام كبيرة فصار عنده خوف طبيعي، حتى والمريض ما عنده أي تجارب مع طبيب الأسنان بيكون نتيجة كلام سمعه من مرضى تانيين، بتخويف من الأهل وهو صغير، أجيب لك الإبرة أعطيك الإبرة، فبيكون عنده مخزون مخيف، فهو بتوجه بهالمخزون للدكتور. ومن ناحية الدكتور كمان لما بده يجيه المريض يعمل حسابه الطبيب إنه العلاج مريض مثل هيك بقسمنا قسمين، 60% علاج نفسي و40% علاج عضوي. هلا العلاج النفسي كيف بدنا نعمله مع المريض؟ شغلات بسيطه، ابتسامه لطيفه من يوم دخول المريض، ياخذ ويعطوا معه الكلام، يساله عن حاله، يساله عن الوجع، يشرح له حتى طريقه العلاج، حتى يشرح له الشغلات اللي بدها تكون ما بعد العلاج عشان ما يتفاجئ فيها المريض، عشان يكون مهيئ وما يكون في خوف فيها. بالإضافة كمان إنه موضوع التقنيات الطب الأسنان الحديثة خففت من موضوع الألم كتير، يعني على سبيل المثال هلا زمان لما كنا بنعمل حشوات الأسنان كنا نضطر نعمل أكبر من التسوس، نحفر أكثر بشكل كبير وزايد علشان نعمل الحشوة تثبيت نوعا ما. هلا الحشوات الحديثة ما بدها أي شيء إلا إنك تحفر على قد التسوس، هذا سهل الموضوع، قصر جلسة العلاج، وأحيانا ما نضطر نعطي مخدر للمريض بيكون بدون ألم الموضوع بسيط، فهذا رغب الناس اكثر فيها بالنسبه للتقنيه. حتى تقنيه علاج العصب، تقنيه العلاج العصب زمان كانت مانيوال بنسميها، يعني بندخل ابر وبتاخذ وقت طويل على المريض وبتضايق من الوقت الطويل تبع علاج العصب. هلا لا، صار في تقنيه اليه سريعه جدا، خف الم بكثير وبنخلص المريض بسرعه، بحس انه صار في فرق والجلسه مريحه خفيفه بالنسبه له.